توجه سعودي جديد بشأن مشروع الانفصال في اليمن، لنشاهد التفاصيل. علق المحلل السياسي عبد الناصر المودع على البيان السعودي الإماراتي المشترك بشأن الأزمة اليمنية بعد اللقاء الأخير الذي جمع ولي عهد السعودية والإمارات محمد بن سلمان ومحمد بن زايد. وتساءل المودع في تغريدة بحسابه على تويتر بالقول: هل البيان الإماراتي السعودي يعبر عن نهج إماراتي مختلف في اليمن وإدراك متأخر من الإمارات بأن المشروع الانفصالي هو مشروع فوضوي يخدم إيران والتي دعمته قبل الإمارات؟ وأضاف: هل هناك توجه سعودي للجم المشروع الانفصالي الذي سبب لها الهزيمة الفعلية في اليمن؟ وختم المحلل السياسي تغريدته بالقول: الأيام القادمة كفيلة بالإجابة. والأربعاء الماضي أكد بيان سعودي إماراتي صادر على اللقاء ولي عهد الدولتين على تطابق وجهة نظر البلدين لمواصلة الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية المستمرة منذ 7 سنوات وفقا للمرجعيات الثلاث. وأشار البيان إلى أن الحل السياسي للأزمة اليمنية يجب أن يكون ضامنا لوحدة اليمن وسلامته واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية. وطالب البيان بضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة وميليشيا الانتقالي، ولا تزال الأخيرة تعرقل تنفيذ الشق العسكري والأمني منه حتى لحظة كتابة هذا الخبر. فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها.